السلام عليكم، كيفكم؟ فيديو جديد. شهرين بدون اي فيديو، اخرنا بتنزيل الفيديوهات، بس ان شاء الله رح نرجع رجعه قويه. تبدا مكتوب على الشريط حقيقة النسيان، ثم يشغل عم جده الشريط. اليوم 12 من يناير، مطر شديدة وأصوات الرعد عالية. لا مكان نام فيه، الغابة مليئة بالذئاب. سوف أموت من الجوع، أنا مختبئ في الصندوق من الذئاب مع ابني. سوف أحاول أن أهرب من هنا. ها أنا، ما هذا؟ الذئاب ضربتني. ما هذه؟ هناك شاحنة. أعطيني بنفسك، الذئاب قادمة. سوف تأكلنا، علي أن أبعدها عن الشاحنة. لهون بيكون انتهى الفيديو. لو عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، وهذا بيكون الجزء الأول. لو عجبك حط لايك حتى يوصل الجزء الثاني. والسلام عليكم.